تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ها نحن نلتقي في الحلقة السادسة من قناة كيتو الصحية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سوف يتغير اسمها من قناة كيتو الصحية إلى قناة كيتو الصحية والتعليمية، نتيجة لأنه بعض الإخوان طلبوا مني كيفية التصميم وكيفية استعمال الكروما وما هي الأدوات التي تستخدمها وما إلى ذلك، كذلك التصميم على كيم ماستر وكذلك على بيكسل وما إلى ذلك. هذه كلها وعبارة عن أشياء بسيطة هي، وكيف تعمل الصورة المستقرة اليوتيوب وإلى آخره، كيف تضيف الصور وكيف تضيف هذه كلها أمور تتعلق بالأمور الأمور الجرافيك والتصميم ونوع من التعليم هو. فبالتالي إن شاء الله هتكون تنضاف إلى هذه القناة مثل هذه الأشياء حتى نحن نستفيد بإذن الله تعالى جميعا. وهنالك بعض الأمور الثانية أخرى التي نريد أن أيضا أن نصلها إلى الآخرين، وهي عبارة عن صدقات تكون في اليوتيوب، وبإذن الله تعالى أنا لن أحذف ولا أي حلقة، وإن شاء الله تكون يعني في حياتنا وبعد مماتنا تكون صدقة لنا ولكم إن شاء الله، كل من يشارك في هذا في هذه العائلة، عائلة كيتو الصحية والتعليمية، فمرحبا بكم إن شاء الله جميعا دون فرز، نساء ورجالا، شيبا وشبابا، جميعكم أهلا وسهلا بكم. حلقة اليوم هي امتداد الحلقة السابقة، وهي تحدي الميزان وتحدي السمنة، والسمنة تقتلنا حقيقة. هذا الموضوع موضوع خطير هو، لذلك ننتقل إلى ونكون جميعا مع بعض في هذه الحلقة إن شاء الله، ونستمع إليها إلى النهاية بإذن الله تعالى. أرجو إنه من يريد أن تكون له صدقة هذه الحلقة كما نحن أني يعني أقل شيء، لا تبخلوا باللايك وكذلك بالاشتراك وكذلك بالنشر على الفيسبوك وما إلى ذلك. طبعا إحنا قاربنا إلى العضو 100 مشترك، طبعا الناس تحتفل على رأس 100، كذلك على رأس 1000، كذلك على رأس 10000، وأنا إن شاء الله يعني إحنا وصلنا بفضل دعمكم أنتم جميعا إلى 100 عضو تقريبا، باقي زي 4 إن شاء الله، يعني بعضكم لو اشترك سوف يكتمل البدر إن شاء الله بكم. فإلى حلقة. طبعا الحلقة الماضية تكلمنا عن التحدي، تحدي الأوزان، فعلا هو تحدي كبير جدا، تحدي الميزان، وقلنا إنه السمنة تقتلنا حقيقة، السمنة تقتلنا، لذلك وفي النهاية كمان أضفنا شيء أساسي اللي هو كيف تعرف وزنك المثالي. طيب إذا عرفت وزنك المثالي إيش المطلوب؟ إذا كنت مثلا بدين سمين إيش المطلوب عشان أنا أخفف من هذه الأوزان التي أحملها في جميع أجزاء جسمي؟ طيب إذا كنت نحيف ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ما هو الحل؟ إذا كنت إنسان نحيف جدا جدا لدرجة الخطر، ما هو الحل؟ هل هنالك حلول؟ طيب هنالك أشخاص لهم بدناء ولهم يعني نحفاء وفي الوسط مختفين، يعني ما عنده أي زيادة من في أوزانه، هل هذا يعتبر إيش يعني؟ هل هو إنسان طبيعي؟ خاصة إذا كان بتناول كمية كبيرة من النشويات وكمية كبيرة من السكريات. طيب إذا كان إنسان نحيف وبيستهلك كمية كبيرة من النشويات والسكريات، هل هذا يعني أنه يعني إذا كان ما كان يعني ظهر في جسمه أو في شكل سمنة أو إلى آخره، هل هو معناته أنه إنسان صحيح سليم ومعافى؟ هل لا يضره استهلاك كمية كبيرة من السكريات وكمية كبيرة من النشويات؟ لا أبدا. هذا ما سوف نعرضه في هذه الحلقة، كل هذه المعلومات أرجو أن تستمر إلى نهاية الحلقة وسوف نفصل. طيب بالنسبة للسمنة، احنا قلنا السمنة وهو التحدي الكبير. الناس يعني انا الحين في جمهورية مصر العربية، سبحان الله الشارع كله كما رأيتم بالتقرير بالأمس في الشارع الأمريكي، يعني العالم
يعني زمان جدا جدا، البنات والنساء والرجال، يعني نسبة السمنة في مصر قد تكون 50% أو 60%، يعني الناس كلها بدينة. كذلك السودان، كذلك في السودان كنا قبل شهرين كذا، كذلك في المملكة العربية السعودية، كذلك في أثيوبيا، كذلك في إريتريا، كل هذه الدول يعني تعاني من السمنة الآن. بالتالي دي معيار الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرنا نسب خيالية جدا، سنة 2030 الشباب قد يكون 50% منهم خلاص يعني عندهم يعني مقاومة الأنسولين وهي البدانة. طيب إيش الحل يا جماعة؟ إيش الحل؟ الحل هو إنه الناس كما قلنا تحارب الأسباب الرئيسية لهذا المرض وهذا الداء، وهو يعني شنو؟ أن نخفف مقاومة الأنسولين. الأنسولين مفروض يكون يعني نسبته في جسمنا طبيعي والكمية المعقولة، وإذا تم إفرازه بكميات كبيرة علينا أن نقلله. كيف نقلله؟ بتقليل استهلاكنا للنشويات والسكريات، ما في حال تاني، وممارسة الرياضة، وممارسة الرياضة والصيام المتقطع. الصيام المتقطع معناه شنو؟ إنك أنت تكفي خشمك من الأكل. عشان كده حنجي للنقطة الرئيسية الآن، السبب الرئيسي لأنه ارتفاع الأنسولين في أجسادنا، لتالي نتيجة ذلك في ارتفاع في هرمون يعني القلق وعدم النوم ومشاكل في داخل البيوت، وإنك أنت ما تؤدي يعني حتى العبادة ما تؤديها بالطريقة السليمة، ما تعمل أي شيء، حتى إيمانياتك، والله حتى على مستوى الإيمان يعني أنت تشعر بنوع من يعني الشك والقلق وما إلى ذلك، كله بالنسبة مع أنك أنت إنسان سوي وناشئ في بيت مستقيم وكل شيء، لكن يجيك كل هذه الأشكال وتقول أنا مالي إيش فيه؟ لا، كله من النشويات وكله من استهلاكنا للسكريات. طيب تعال نشوف أولادنا يا جماعة، أولاد الصغار أو أعمار 12 سنة 13 سنة، إيش ذنبهم إنهم يعني يشيلوا أوزان زي كده ويمشوا المدارس وما إلى ذلك؟ إيش المشكلة؟ بالنسبة لأولادنا، بالنسبة لنا، اللي هي أكبر مشكلة رئيسية، إن أول حاجة استهلاكنا بكميات كبيرة للرغيف والخبز والمعجنات وما إلى ذلك. كذلك السكر شفت كيف؟ ويقابله في نفس اللحظة عدم الرياضة وعدم ممارسة الرياضة، وما فيش غابات طويلة، إنه الصيام ما فيش صيام، مش صيام الشرع، إنك أنت تمتنع عن الأكل، أشرب زي ما أنت عايز وكل حياة الخفيفة زي ما أنت عايز، لكن لا، إحنا بنستهلك، ما فيش راحة نهائيا، وده يهول الضرر الكبير. يعني اللي هي مثلا أنت ماشي رايح تأخذ لك 3 تمرات ونازل تاخذ لك 4 تمرات 5 تمرات، على ايش الكلام ده؟ وتعال يعني الاولاد جو من المدرسه اديهم سندوتشات، يعني واديهم فشار واديهم زبادي ملون، ده كله بيأثر. احنا يا جماعه احنا لابد ان يكون في بيتنا يعني بقدر الامكان نخفف من النشويات العاليه من السعرات، نخففها، ما نخليها بمتناول اليد للأبناء سواء كانوا الصغار أو الكبار، كلهم معرضين الحين لشنو؟ لمقاومة الأنسولين. إذا شعرت بمقاومة الأنسولين أنت خلاص، أنت إذا دخلت في هذه المرحلة خلاص، وإذا خلاص أنت كما وصلت مرحلة الانفجار بس الله سلامة ما يطلعك الباب بعدين، لو جات الإمبولانس يعني ممكن يطلعوك بالنافذة بدون مؤاخذة. لذلك يا جماعة يا أخوان إحنا علينا شنو؟ أن نتنبه لهذا الأمر. يعني انا مهمتي ايش؟ انا مهمتي ان انا انقل هذه التجربه التي انا خضتها، والحمد لله رب العالمين. عندما صمت صيام، انا يعني اكون اصوم صيام الشرع مثلا، يجي وادي الافطار اكل لي حاجه مويه عاديه وزبادي وشويه مثلا بذور الشيا ولا بذور يعني بعض الاشياء التي اضيفها، انا خلاص اكون شبعان اليوم الثاني، والله ما اكل شيء، ما تشوع، ما تجوع نهائيا، واستهلاك كمية من الدهون مع كمية من السلطات وإلى آخره، خلاص يعني بكف اليد من البروتينات، الحمد لله رب العالمين، وكل شيء يضبط إن شاء الله.
فبالتالي يا جماعة احنا علينا ان نتنبه، علينا ان نتنبه على صحتنا. حتى لو ما عندك سكري، حتى لو ما كنت مريض سكري، عليك ان تتنبه، وعليك ان انه البيت يكون خالي من النشويات، خالي من التمور، خالي من العسل، يكون الاكل الطبيعي الموجود ده يكون كيف؟ وبالتالي ما الناس ما حتموت، لكن انت ما تديهم بس الثلاجه مليانه، افتح واكل واشرب. النظام يكون يعني كما كنا سابقا ناكل في الفتره الصباحيه وثم الفطور ثم العشاء، الغداء العشاء. لكن انت ممكن تخليها شنو؟ زي ما قلت في الصيام المتقطع بتخليها وجبتين. احيانا في ناس بياكل وجبه واحده وبقيه الايام صايمين، لكن طبعا عشان تصلها داير يعني خبره وداير تستمر. بالتالي انتم يا جماعه توسعوا في هذا المجال، كل الناس انا ادعوكم ان تتوسعوا في هذا المجال. مجال نظام الكيتو الان ضارب ترند في العالم، ضارب ترند في العالم. فانا وانتم كاصدقائي وكاخواني انا بهكم الى هذا الاشياء، وترجعوا الى اليوتيوب توسع ما في مشكله. لكن انا زي ما قلت لكم انا بختصر لكم ما هي اضعافهم. احنا طبعا عشان الناس تراجع الحلقه الاولى او الحلقه الثانيه تقريبا في هذا النظام، في نظام الكيتو دايت والصيام المتقطع، نعمل مراجعه بسيطه وخفيفه. لماذا الانسان يصاب بمقاومه الانسولين؟ ليش يعني ياكل ويشرب عادي والى اخره؟ لماذا؟ لانه احنا قلنا شنو يا جماعه، في النظام الغذائي الصحي استهلاك كميه كبيره من الكربوهيدرات والسكريات لا يجدي نفعا، لا يجدي نفعا، انما يضر بانفسنا، يضر باجسادنا، ويضر باعضائنا بالكامل. لماذا؟ طيب اذا انت اكلت مثلا كميه من النشويات وكميه من طبعا اكلنا لا يخلو من نشويات ودهون وبروتينات. طيب الانسان عندما يتناول هذه المواد الغذائيه بنسب متفاوته حسب المتوفر، ماذا، ما هي العمليه التي تتم في داخل يعني اجسامنا؟ فالجسم يفضل استهلاك النشويات والسكريات كذلك حتى في حياته، يعني بكميات كبيره يتناولها الانسان هي شنو؟ النشويات والسكريات، سواء كانت يعني في شكل حلويات ومعجنات وما الى ذلك، ومع مع الادامات مع كذا او الى اخره، تلقاهم يخفف كثير من البروتينات ويخفف كثير من الدهون. كذلك الانسان في داخل اجسائه في جسمه وداخل عمليات الهضم وداخل الخلايا يفضل الجسم استخدام النشويات، سبحان الله. طيب اذا فضل استخدام النشويات، هنا عباره عن النشويات عباره عن سكريات، والسكريات تحتاج الى شنو؟ الى انسولين كما قلنا، ليه يعني يتحول الى طاقه وتستخدم في داخل الخلايا. الانسان في بعض اجزاء هنا كونتيتوريا اسمها خليه معينه، اجزاء من خليه الجسم، هذه الخليه لا تستطيع ان تستخدم السكريات والجلوكوز في سبيل الطاقة ما لم يأتي كعامل مساعد الأنسولين، سبحان الله. فعندما تستهلك كمية كبيرة من الجلوكوز وكمية كبيرة من النشويات فيفضل الجسم يستهلك هذه ويخزن جميع أنواع الدهون اللي أنت أكلتها والبروتينات وإلى آخره في جسمك، بالذات الدهون يعني خاصة حول الكبد و أجزاء الجسم الأخرى كالأرداف وكالصدر وما إلى ذلك والأكتاف، وفي المهم يعني عبارة عن شحوم متكدسة تكون. لذلك يعني أنت هنا بتكون في حالة دائما وأبدا استهلاك استهلاك، تستهلك الجلوكوز والسكريات وما إلى ذلك. بالتالي شنو يعني، ونتيجة لارتفاع الأنسولين تحدث كثير من الأمراض، من ضمنها الضغط والسكري. ويستمر الإنسان يستهلك السكريات ممكن بداية ظهوره من 10 سنوات، أحيانا يستمر بعد 10 سنوات يصاب الإنسان بالأمراض الفتاكة والمهلكة من تناوله للسكريات بكميات كبيرة.
قد يستمر كمان 20 سنة أو 30 سنة ويظهر في عند الكبر الإنسان في كبره يظهر هذه الأمراض كلها في شكل برضو زهايمر وعدم يعني الشعور بالسعادة نتيجة لاضطرابات في الهرمونات المتنقلة عن طريق الأعصاب، وكذلك يشعر بعدم يعني تذبذب في حتى مستوى إيمانه، وحتى الشعور بالحزن وعدم النوم وعدم هذه كلها أشياء لا يعني لا تنقل بالدم إنما تنقل عبر الأعصاب لذلك يكون شنو خلل كما يحدث مقاومة في الأنسولين يحدث مقاومة شنو الهرمونات التي المتنقلة عن طريق الأعصاب كثيرة هي ممكن نعطيكم مثال واحد اللي هو هرمون السعادة إذا قل كثير من الشباب يلجؤون إلى شنو أن يشتروا السعادة من الخارج عبارة عن يعني مسكرات وحبوب وهروين كوكايين وكل هذه الأشياء سعادة زائفة ولكن الإنسان لو دخلها نسأل الله السلامة. بالتالي يعني مقاومة الأنسولين والأنسولين في حد ذاته ارتفاعه في جسم الإنسان نتيجة لهذه المقاومة يدخل في أمراض كثيرة جدا جدا، ولذلك من ضمن هذه الأمراض هو السمنة، وإذا جاءت السمنة خلاص. طيب إحنا قلنا الإنسان النحيف ويأكل بكميات كبيرة من النشويات والسكريات لا يصاب بالسمنة ولا شيء، لكن هل هذا يعني أنه صحيح أنه عايش حياة ممتازة وطبيعية؟ لا أبدا. الإنسان النحيف أو الإنسان اللي هو لا هو نحيف ولا هو سمين تلقاه عايش فجأة تلقاه يفقد عينيه للأسف الشديد، وفجأة تلقاه جاه فشل كلوي مع أن الإنسان نحيف ممتاز رشيق، لكن لتناوله بكميات معقولة أو زيادة أو كده للنشويات وإهماله للدهون والبروتينات فجأة يصاب بهذه الأمراض، أو فجأة تلقاه إيش وقع يعني طاح وصحته بقت يعني خلاص. وهنالك أمراض كثيرة، أمراض القلب وزي ما قلنا الشرايين والزهايمر، هذه كلها نتيجة لشنو؟ لتعرض هذا الشخص لارتفاع الأنسولين في دمه. طيب يعني من خلال المناقشات هذه و شوية يمكن يكون طولنا في الحلقة، لكن ما مشكلة، احنا وصلنا للنقطة الرئيسية. طيب الإنسان البديل أو السمين كيف إنه أنا زي ما قلت لكم عدت الكلام من جديد لأنه كلها هي معلومات متداخلة، كيف أنا يعني أستطيع أن أنزل من وزني أو أعدل من مقاومة الأنسولين أو كمية الجلوكوز الموجود في الدم؟ كل هذه الأشياء كلها مترابطة مع بعضها البعض. كيف؟ هي بطريقة معينة، هي تقليل النشويات وزيادة الدهون مع البروتينات بنسبة 70% دهون و 20% بروتينات و 10% من النشويات، وهي مستنتجة من تلقاها في السلطات ويعني المكسرات وكذا حازد يعني. طيب هنالك نظام أكل ممكن نبدأ فيه إن شاء الله في الحلقات القادمة، كذلك هنالك فيتامينات مفروض تتناولها انت لانه انت في حاله الكيتو انت بتفقد كثير من المعادن وكثير من الفيتامينات، بالتالي انت بتتحصلها من فين؟ اغلبها طبعا بتتحصلها من السلطات والخضروات، دي اهم شيء. كذلك الدهون فيها كميه كبيره من الفيتامينات. المهم يعني انت بتعمل شنو كالاتي، هي طريقه بسيطه، هي انت يعني تحاول دائما وابدا تدخل كمية كبيرة من الدهون في جسمك. مثلا الفترة الصباحية تأكل زي ما عدت كذا مرة، تأكل بيض 3 بيضات 4 بيضات 5 بيضات ما مشكلة يعني كويس، وتزيد كمية الزيت، زيت الزيتون أو زيت الجزر الهند بس انتوا عامل حسابكم ادخلوا فيه شوي ملعقة واحدة، بعد ذلك بعد أسبوع ملعقتين 3 ملاعق وكذا يعني بالطريقة دي، لكن زيت الزيتون ما في مشكلة، كوب زيت زيتون وكل في فترة. طيب أنا أقول لك أنت مثلا تعشيت الساعة
8 أو 9 أو 10 قول. عشاء خفيف، عشاء خفيف، ما فيه سكريات كمية كبيرة، سلطات كمية قطعة صغيرة من اللحمة، والمهم كلها خالية من النشويات. شوف أول حاجة حتشعر براحة، براحة في معدتك ونومك، ما حيكون في شيء مقلق. طيب صحيت الصباح بدري، حاول تأخر الفطور، تأخر الفطور. يعني مثلا إذا أنت بتصحى الساعة 6 أو بعد الفجر ما تأكل أي حاجة، لا انتظر لغاية ما تصلي وتجي راجع. وإذا أنت حتمشي مكان عملك ممكن برضو شنو، إذا بتقدر تصبر. نأتي إلى الإنسان البدين أو السمين الواضح السمنة، اللي هو يعني من خلال يعني النظر تعرف أنه إنسان سمين جدا، أو هو يعرف نفسه أنه سمين. ما هو الحل؟ أول حاجة أنه إيش لابد أن سواء كان النحيف أو السمين يجري عمليات اللي هو اختبارات الدم، اختبارات تراكم للسكر. أنت ما عندك سكري ولا أي شيء، لكن لابد أن شنو تطمئن على صحتك. السكر التراكمي، وهنالك بعض الاختبارات الضرورية جدا ممكن أذكرها لكم بعد قليل إن شاء الله. لكن الإنسان المفروض أن يطمن على صحته، هل هو برضو ممكن شنو يشوف كمية التشحم أو كمية الدهون الملتفة حول الكبد أو في كبده، برضو عندها قياسات معينة. أيوة أنت ما سمين، لكن قد يكون عندك شحوم داخل أعشائك، داخل أمعائك، بالذات حول الكبد وبالذات حول القلب. برضو القلب يعني يتأثر تأثر كبير جدا جدا نتيجة لارتفاع الأنسولين في الدم. لذلك يا إخوان إحنا لابد أن نطمن على صحتنا في هذه الحياة. نعيش عندما نعيش بحياة سعيدة وكريمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا. لابد أن نتداوى، لابد أن نعرف المرض. أفرار من قدر الله، كما قال لعمر بن الخطاب، قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، من المرض إلى الصحة. نعم هذا هو، هذا المطلوب. لذلك إجراء العمليات الفحص السنوي لجسمك أو كل ست شهور مهم جدا جدا. زي ما قلت لكم الإنسان قد يصاب بشنو بأمراض ما أحس من حين، كلنا عارفين بعد 40 سنة لماذا يصاب بعض الناس بالمية البيضاء، لماذا بعضهم ما شاء الله ما عندهم أي شيء، خاصة الناس العايشين في القرى والأرياف، ما بالعكس نظرهم تماما، تلقاه في يقرأ القرآن لا يلبس نظارة ولا شيء ولا شيء، بالذات يعني في الأرياف. إحنا شاهدنا في الأرياف ما في، الناس المدن هم كلنا عندنا النظارات القراءة. لذلك يا إخوان إحنا لابد أن نهتم بصحتنا، الصحة النفسية، وده لا يتأتى إلا عبر الغذاء الصحي. لابد أن نغير من غذاؤنا، غذاؤنا لابد أن يكون غذاء صحيا، ولابد أن نعود إلى ما النظام الذي كان يتبع سابقا عند أجدادنا وأبائنا. الأمهات كانوا يعني يصنعون الطبيخ في بيوتهم، والآن كل شيء جاي من الخارج، خاصة في دول الخليج في أوروبا وما إلى ذلك. وكل المواد الغذائية التي نشوفها الآن ونشتريها وإلى آخره، كلها فيها يعني التغيير الوراثي، وفيها كمان إيش إذا كانت الزيوت، كلها مكررة، كلها فيها شنو عشان تنتج بكميات كبيرة وعشان تغطي المجتمعات وما إلى ذلك. كل هذا حدث فيه تغيير، وهذا التغيير بالطبع أثر يعني على أنفسنا وعلى الصحة النفسية والصحة حتى الصحة الجنسية وما إلى ذلك، ده كله تأثر شديد جدا جدا. لذلك إحنا علينا أن نعود كما كان، يعني نعود إلى غذاء أمهاتنا. حتى المستوى البهارات الآن الناس ما تستخدمها أبدا. لماذا؟ لا لابد أن نزيد، لابد أن نستعمل البهارات، إذا خاصة إذا كان معدتك نظيفة أو إلى آخره. بهذا نكون وصلنا إلى
نهاية الحلقة تقريبا، ومعذرة إن الحلقة كانت طويلة جدا، بس هي المعلومات والمواضيع كلها بتتداخل مع بعضها البعض. لكن إن شاء الله نوعدكم المرة الجاية إن شاء الله نكون أكثر تنظيما إن شاء الله، وأكثر يعني اختصارا للوقت. وبهذا أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله، طيفك يداعب خيالي مزيود.